أهلا بكم مشاهدين الكرام في صدى أقلام من جديد، نرصد فيه أبرز ما كتبت الصحف المحلية والعربية منها وحتى الدولية، ونبدأ بعد فاصل قصير. حول العملية السياسية وزعمائها، كتب صباح الناصري مقالا في صحيفة الميثاق الوطني، يقول فيه يتحدثون عن محاربة الفساد وسرقات القرن الماضية والجارية، حيث تنظم من قبلهم وبإشراف تام من قضائهم المقضي عليه، ولجنة نزاهة ممكن أن تكون أي شيء إلا نزيهة. كيف لسراق القرن يقول محاربة فساد القرن؟ سؤال وجيه. يتحدثون وما زالوا يتحدثون عن المظلومية وعن مظالم النظام السابق، وهم يحكمون من 20 عاما واستولوا على ميزانيات تفوق التريليون دولار، والمحافظات الوسطى والجنوبية معاقل أغلبيتهم كما يدعون هم هي الأفقر والأكثر تخلفا ومرضا وأمية من باقي شرائح الشعب العراقي. بالمقابل تطفو أحزاب وميليشيات التشيع السياسي على بحر من الثروات. يتحدثون عن مشاريع كبرى، طريق تنمية وقناة جافة وبناء الفاو الكبير والحزام والطريق والكهرباء والغاز المصاحب إلى آخره، ولم يفلحوا بتعبيد طريق واحد خلال 20 سنة من حكمهم. مطبات طرقهم تزهق حياة الآلاف من المواطنين سنوياً. يتحدثون عن تنمية بشرية، ووزراؤهم وكوادرهم حملة شهادات مزورة وخلفياتهم ميليشياوية طائفية، وعن تنمية اقتصادية وبنية صناعية وزراعية وخدماتية قرصطوية الشكل والمضمون نتيجة للإهمال والتخريب المتعمد لصالح جارة الشر. يتحدثون عن استراتيجيات بغياب الكوادر المنتجة وأبسط معايير الإدارة والأداء المؤسساتي، وفي ظل استنزاف دائم لموارد الدولة وتوظيفها لمصالحهم الخاصة ومصالح أسيادهم. يتحدثون عن مشاركة دول الجوار وشركات كبرى في أعمار العراق، وهم أول من يهدد ويقصف مصالح هذه الدول والشركات إذا ما تعارضت مع مصالح إحدى ميليشياتهم أو مصالح جارة الشر. يتحدثون عن مشاريع طاقة، وهم يستوردون الكهرباء والغاز من جارة الشر ويهدرون مصادر طاقة البلد ويدمرون بيئته وصحة مواطنيه. يقول الكاتب ثامر الهيمص في مقال بصحيفة المدى إن الفاعل الخارجي وأتباعهم هم وراء البطالة بجميع تجلياتها التقليدية في العراق، من خلال تغييب الزراعة والصناعة أولاً وأخيراً، مما أدى لترهل الجهاز التنفيذي أمنياً وحتى مدنياً في العراق. كما يظهر من أرقام الموازنة الحالية والسابقات منها، فتعاضد الثنائي سوق العملة وسوق المستورد. من عالم هذا الانتفاخ أن موظفي التربية ازدادوا بنسبة 525% عن موازنة 2021، في حين لدينا 2 مليون متسرب من مدارس التربية رغم امتحانات الدور الثالث، فكيف يكون حال التسرب عندما نعود للدورين؟ وأن 30 تريليون دينار هي رواتب الوزارة الأمنية، وتريليون دينار منحة للوقف الشيعي، والعجز زاد بنسبة 125% عن آخر موازنة وخدمات للحكومة تكلف 5 تريليونات و600 مليار دينار، أي حوالي 10% من إجمالي رواتب الموظفين البالغة 59 تريليون دينار. فبأي مقياس تتم الموازنة؟ فهي إما الدولة اشتراكية أو رأسمالية أو إسلامية. في ضوء ما تقدم أننا لسنا قريبين لأي من المناهج الثلاثة، وصرنا نسمع عن 17 دقيقة كمعدل للعمل اليومي للموظف، وأن عدد الموظفين بلغ أكثر من 4 ملايين، وتم تعيينهم من خارج فلتر وزارة التخطيط غير السيادية، حالها كحال وزارتي الصناعة والزراعة والثقافة. فمن يرشد رأسمالية الدولة ويزودها بالمؤشرات وحدود الإنفاق؟
حيث تحولت المالية بدون هذه القنوات إلى خزينة للبترودولار لتدفعه للمركزي، إذ الضريبة ووارداتها لا تشكل رقماً محترماً في الموازنة. إلى مقال نشرته مجلة الكاردينا للكاتب عبد الرزاق محمد الدليمي يقول: يثبت النظام الذي زرعه الاحتلال في العراق أنه فاشل بامتياز نظراً لما يواجهه المواطن الفقير من كوارث يومية، حيث يفاجأ في كل يوم بمصائب جديدة تجعله ينسى من شدتها ما عانى منه في الأمس. فالطبقة السياسية الفاسدة وحواشيها لم يتركوا جريمة يعرفها البشر أو لا يعرفها إلا وارتكبوها، والملفت للانتباه والنظر أنهم يلتبسون الدين ويمارسون جرائمهم ضد الشعب تحت يافطات طائفية وطقوس وخرافات لا علاقة لها بالأديان. وعلى سبيل المثال للحصر، تم اعتقال رجل دين يشغل منصبا حكوميا بتهمة المتاجرة بالمخدرات، حيث أفاد مصدر أمني يوم الأربعاء الماضي باعتقال رجل دين معروف يشغل منصبا حكوميا بتهمة المتاجرة بالمخدرات في محافظة ذي قار العراقية جنوبي العراق. واضح أن الطبقة السياسية الفاسدة صممت الموازنة وتجيير بنودها وفقراتها بما يتلائم مع مصالحها الذاتية المحضة، وهي عبارة عن هيكل متخلف عفى عليه الدهر، مليئة ببنود غير واضحة العناوين كبند المصاريف السرية بأرقام فلكية خصصت للميليشيات المرتبطة بالنظام الإيراني، ورصد في الميزانية 23 مليار لمنح مجهولة العناوين، وما يقرب من 2.8% مليار من الميزانية تحت عنوان مستلزمات خدمة غير معروفة، و50 مليار للمزارات والزيارات الدينية مجهولة وجهة الصرف. كل هذا البذخ اللامسؤول في وقت تعمد أن يصل العجز إلى 65 مليار، وكان يمكن لو أنهم فكروا بقليل من الحكمة والشعور بالمسؤولية أمام الله وأمام الشعب الذي ابتلي بهم منذ مساهمتهم باحتلاله مع الأمريكيين والبريطانيين وملالي طهران، أن يقدنوا بذخهم فيما خصصوه من أبواب للرئاسات الفاسدة الثلاث بدون وجه حق لخفض سقف العجز أو إنهائه. لبنان. الكاتب إلياس خوري يقول في مقال نشره موقع عربي 21: يعيش لبنان وشعبه وسط حمى المشكلة الرئاسية المستعصية مرحلة مفصلية من انقضاض النظام السياسي الاقتصادي على الدولة بهدف تدميرها. فالدولة كفكرة وممارسة سياسية كانت دائما أكثر ضعفا من النظام، غير أننا نشهد اليوم ذروة تفكك الدولة أمام الانهيار الاقتصادي، وفي ظل استقطاب طائفي شامل ملحوظ يحاصر معركة رئاسة الجمهورية من أجل تحويلها إلى مدخل إلى الفيدرالية المقوننة. معركة رئاسية في الرئاسة الجمهورية اللبنانية التي افترسها الاستقطاب الطائفي السافر هي شكل من أشكال الحرب النائمة التي تتخذ طابعها العنيف والوحشي كذلك على المستويين الاقتصادي والاجتماعي في لبنان. انتفاضة 19 من تشرين كانت محاولة جدية صنعها المجتمع بشكل عفوي من أجل مواجهة خطري الانهيار الاقتصادي الاجتماعي وانهيار الدولة، لكن النظام الطائفي أخرج جميع أسلحته لقتل الانتفاضة، ثم جاء تفجير بيروت ومرفئها بشكل وحشي من أجل أن يخرس جميع أصوات الاعتراض ويعيد البلاد إلى مربع النظام الذي انتصر هذه المرة على الدولة والشعب معا. قد يظن البعض أن معادلة النظام ضد الدولة والشعب هي سمة خاصة بدولة لبنان الكبير، وأن المشكلة لبنانية داخلية، وتشير إلى قدرة الانقسامات الطائفية على إخضاع البنية الدولتية وجعلها مجرد ملحق بالنظام الطائفي المافاوي اللبناني. يقدم لبنان النموذج الأكثر وضوحاً وشفافية للتناقض التناحري بين النظام والدولة، غير أن هذه الظاهرة ليست لبنانية إلا بمقدار ما يشكل الوعاء الطائفي اللبناني خصوصيتها، لأنها ظاهرة عربية تشمل دولاً متعددة من سوريا إلى العراق مروراً بفلسطين.
مع تخفيض الحصص الغذائية مرة أخرى لحوالي 750 ألفا من الروهينغيا الذين يقطنون أكبر مخيم للاجئين في العالم هربا من اضطهاد وبطش سلطات ميانمار، فهم على موعد جديد مع الجوع. تقول مؤسسة منتدى تنمية نساء الروهينغيا ياسمين آرا إنه بالنسبة للاجئين من الروهينغيا فإن الحصص الغذائية هي كل شيء، لا يسمح لنا حتى بالعمل، نحن محاطون بسياج من الأسلاك الشائكة يمنعنا من التحرك ومن الصعب جدا جلب البضائع للتداول، وفقدت الوظائف القليلة حتى، وهناك تضييق. وتضيف في مقال نشرته صحيفة الغارديان: لذا فإن الغذاء هو المورد الذي نعتمد عليه أكثر من غيره، الآن يتم قطع حصص الإعاشة حتى للمرة الثانية على التوالي في غضون بضعة أشهر فقط. منذ الأول من آذار مارس طلب منا أن نعيش على أقل من ذلك 10 دولارات، والآن مرة أخرى قيل لنا منذ حزيران يونيو إن حصصنا الغذائية ستخفض إلى 8 دولارات. أدى تخفيض دولارين إلى عواقب وخيمة ومصاعب. لقد بدأ في بداية شهر رمضان المبارك عندما يحتاج الناس عادة إلى المزيد من الطعام بجودة أفضل، تسببت الأخبار المتعلقة بتقليص الغذاء مرة أخرى في حدوث فوضى وقلق بين لاجئي الروهينغا. ووفقا لبرنامج الغذاء العالمي فإن الانخفاض يرجع إلى نقص الأموال. نحن الروهينغا نشعر بالقلق إزاء المدة التي يمكننا أن نعيشها في ظل هذه الظروف من قلة الغذاء والمزيد من القيود تحت تهديد الجريمة والعنف. يبدو أن المصائب والمعاناة المستمرة هي قدرنا. الحد من الصعاب أسوأ من السجن. حتى السجين يمكنه تناول وجبتين عاديتين. المعسكر بالفعل مثل السجن. يتألم اللاجئون من أجل الحرية. يجب على العالم أن يتفهم ظروفنا وأن يفعل شيئاً. بلا جدران تقيهم حر الصيف وبرد الشتاء، أخرجوا من ديارهم، غائبون لا صوت لهم. بلدهم يطفو على بحر من النفط، تصارع أكفهم قسوة الحياة. هدموا كل ما هو جميل وأساءوا لحاضرة الدنيا، حتى استغاث منهم تراب الرافدين. لكن أحفاد ثورة 20 سيكسرون القيد ويبذلون المهجة ويعيدون الحياة. لن تكتم الأفواه ولن تحبس الألسن، فنحن صوتكم. هذه الحلقة مستمرة لكن بعد الكاريكاتور. لعنة البلاستيك تهدد بيئة العالم برمته، وتحت هذا الموضوع تحتفل دول العالم في حزيران من كل عام باليوم العالمي للبيئة، ويركز احتفال هذا العام على توعية الناس بأهمية الحفاظ على البيئة وتشجيعهم على اتخاذ إجراءات للحد من التلوث، خصوصا التلوث البلاستيكي الذي أدمن العالم استخدامه وبات يحصل
عواقبه البيئية والاجتماعية والاقتصادية والصحية الوخيمة. وتفيد الإحصاءات البيئية العالمية بأن العالم ينتج حوالي 400 مليون طن من النفايات البلاستيكية كل عام، ويتم شراء 1 مليون زجاجة بلاستيكية كل دقيقة في جميع أنحاء العالم، كما يتم استخدام نحو 5 تريليونات كيس بلاستيكي في جميع أنحاء العالم كل عام، وينتهي ما يقرب من 85% منها في مكبات القمامة أو كنفايات غير منظمة تلوث التربة والأنهار وحتى البحار والمحيطات. ويتدفق حوالي 11 مليون طن من النفايات البلاستيكية سنوياً إلى المحيطات والبحار. عبير عسيلي شابة فلسطينية من البلدة القديمة في الخليل جنوبي الضفة الغربية المحتلة. حولت عسيلي متجر عائلتها إلى مكتبة لتعود الحياة من جديد إلى البلدة المسجلة على لائحة التراث العالمي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة يونسكو، بعدما أغلقت العديد من المحال التجارية وأغلقت أبوابها خلال السنوات الماضية. واختارت عسيلي أن تفتح مكتبة في محل كان لبيع اللحوم مسبقا قبل أن يغلق وتغلق أبوابه، وتعيد لجنة الإعمار ترميمه من جديد وتأهيله. وتسعى السلطة الفلسطينية وبلدية الخليل ولجنة إعمار البلدة القديمة كذلك إلى إقامة مكاتب حكومية والقيام بأعمال ترميم. وتوضح عبير أنها طورت المشروع ليكون مربحاً مادياً من خلال إعارة الكتب والبيع عن طريق الإنترنت. والآن نتابع وإياكم فيديو اليوم الذي اخترناه لكم من مواقع الصحف. سر العلاقة بيني أنا والنحل، فكتعبير عن حبي لها حبيت أنه أخذ النحل كله على جسمي وغطي رأسي ووجهي بالنحل، كتعبير أولا عن حبي للنحل وحبي لسلالة النحل اليمنية. وأردت أن تكون صورة ملفتة بالنسبة لتربية النحل. أنا بدأتها كهواية، فلما تعلمتها حاولت بالطرق المتاحة لي والممكنة عن طريق اليوتيوب، عن طريق استخدام الكتب، مجموعة الواتساب اللي تضم النحالين اللي عندهم خبرة. ثم بعد ذلك لما دخلت كمهنة رئيسية سافرت إلى مصر ودرست هناك على أيدي مجموعة من الدكاترة وعلماء النحل عن تربية المناحل الحديثة، عن علاج أمراض النحل، طرق تحضير النحل للموسم. الحرب أثرت على النحالين أولاً بالانتقال بين المحافظات ووديان ومناطق الإنتاج، أيضاً رفعت تكلفة الإنتاج بشكل كبير جداً، أيضاً التصدير العسل تأثر بشكل كبير جداً، لا يوجد مطارات للشحن، لا يوجد مثلاً شركات بحرية تشحن، فهذا أثر بشكل كبير على تصدير العسل عن ما كان قبل، أنك تستطيع تشحن عبر الطيران إلى أي دولة إلى أي مكان في العالم. خبرة في التعامل، اختيار الوقت المناسب، عدم وجود درجة حرارة والتفاصيل هذه، أيضا وجود رائحة الملكة هي التي هدأت النحل، لكن لابد من بعض اللسعات اللي أنا أعتبرها كقبلات من النحل. طبعا اللسعات موجودة جدا أثناء وضع النحل على جسمي، لكن لا يعني ما كانتش ردة الفعل، لازم تكون ردة الفعل مضبوطة حتى وإن وجدت اللسعات تتعامل بها. إلى اللقاء.